واول ناس لعبوا بالدين قبل الكيزان هم الصوفيه ديل. الكيزان بس استفادوا، جابوا الورقه والقلم قالوا ها نصل للشعب السوداني كيف. ايوه قالوا الصوفيه ديل لعبوا بالدين والله واكلوا باسم الدين. قاموا الكيزان سجلوا الفوائد اللي بتضللهم وعرفوا كيف يلعبوا بالدين زي ما لعبوا اهل الطرق الصوفيه بالدين وغشوا الناس باسم الدين. دي الخلاصه، دي الخلاصه. اول ما جاء المرغن البلد دي مع الاتراك مع الحكم التركي الثنائي جاء داخل لابس له لباس ردا وجاء داخل السيد قال علي المرغني. الانجليز قالوا يا اخي دخلوا القطر عشان يجيبوا ايوه الاسلحه والغنابل عشان يقتلوا السودانيين. طيب قالوا القطر ده السودان ده ما فيه سكه حديد ولا واحده ذاته، ندخله كيف وحنعملها كيف؟ والخشب عندنا الحديد لكن الخشب والشجر ده نقطعه كيف؟ المرغني قال لهم خلوهم علي. خاطب السودانيين الوقت ذاك وقال لهم يا جماعه اللي بيجيب خشبه متر بنديه في الجنه شبر وانا ودى النبي. جماعه قطعوا الاشجار، قطعوا الغابات، خربوها، دخلوا الانجليز قتلوا الناس. لعب باسم الاسلام، كل شيخ طريقه بيقول لك انا ودى النبي. طيب ودى ابو لهب منو؟ ما عنده تراب؟ كل شيخ طريقة يقول لك أنا ودى النبي. ده ما لعب باسم الدين يا جماعة، ده لعبوا باسم الدين قبل الكيزان. الكيزان ما هم إلا تلاميذ للطرق الصوفية. أنا عارف في ناس بيكونوا زعلانين، زعلان تعال ناقش وما بتقدر والله تتنجم لما أنت ذاتك تتكيف إن شاء الله. دي حقائق مرة كده. فنحن المرارة دي لو ما فقعناها البلد دي ما بتصلح يا ناس. ما يجيك زول يغشك ويقول لك وانه والوضع الراهن وندوه كبرى عن الراهن السياسي، كذاب ومنافق. البلد دي ما بتصلح الا اذا وحدنا الله، امنا به واتقيناه. قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.